الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فغدا هو يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الله عز وجل، وهو أعظم أيام الدنيا، وما رؤي الشيطان فيه يوما أخزى ولا أنكى من يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله عز وجل لعباده. وهو اليوم الذي ينزل الله فيه عشية عرفة فيباهي بالحجاج والعباد الملائكة، فمن لم يكتب الله عز وجل له الحج فإن الله سبحانه شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم له صوم يوم عرفة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وكان جمع من الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون بالأمصار، وهذا المعنى إذا فهم فليس المقصود أنهم يخرجون إلى الصحارى ويدعون الله كما يخرج الحجاج لعرفات ويدعون الله، وإنما المقصود أنهم يهرعون إلى المساجد ويذكرون الله تبارك وتعالى ويدعون الله عز وجل. وكان السلف يخبئون دعواتهم ليوم عرفة فيسألون الله عز وجل في هذا اليوم حتى يعطيهم الله تبارك وتعالى وهو الكريم. فالله الله أروا الله من أنفسكم خيرا، وغدا من صلاة الفجر يبدأ التكبير المقيد أيضا بعد الصلوات المفروضات على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعد النوافل عند بعض أهل العلم، والتكبير يكون مطلقا ومقيدا. وصلي اللهم على نبينا محمد.